أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم سنلعب الجزء الثاني من لعبة تانجنت توبا، لكن وإن شاء الله راح نتعمق في اللعبة قليلا. كان فيها أبديت هذا أقوى جندي عندي طبعا، شخصية المدفع. نأخذ جوازنا، الآن مستوى الرابع وصلنا. لا زلنا مسيطرين على المعركة، لذلك لا نحتاج إلى أبديت أو أي شيء من هالقبيل. هذه الإنجازات نأخذها. لا نحتاج إلى التطوير، لا زال جنودنا قويين. آخر واحد هجم على جندي من جنودي، يعني أول مرة أشوف واحد يهجم ثم يموت. شايفين انتو شغلة هيك؟ يعني هو بدأ الهجوم وما لم يتحمل الهجوم، مات. حسنا، هؤلاء قويين بعض الشيء، أبدوا قوة بعض الشيء. أعتقد أنه حان وقت التطوير علينا. مات اثنين من جنودي طبعا، بقي جندي واحد من جنودي. الآن حان وقت التطوير.
ناخذ الجوائز اولا ثم نطور بعد ذلك. في بعض الأمر يمكن استحدث جندي بالأول، استحدث جندي، ندخل على الفريق جندي جديد ثم بعد ذلك نطور. كل هذه جنود جديدة، هؤلاء كل جنودي. سوف أقوم بإلقاء بعض الجنود، فيجب أن أشهر عليه بالبداية ثم أقول ديسمنتل. الآن ذهب. هؤلاء جنودي، سوف أبدأ بالتطوير طبعا. بعد عمل التقليل من جنودي سوف أقوم بترقيتهم. لاحظوا الهجوم والاتش بي كيف يزداد. حسنا، الجندي الآخر والآخر. نقسم التطوير على الجنود.
تم تطوير الجنود بالشكل اللازم، المهارات، هذه يوكو. يطور المهارة. حسنا، لنذهب للمعركة الآن. نحن جاهزون للمعركة. جنودي قوي، أقوياء الآن. الآن القصة، سوف نبدأ لعب القصة أحبتي. إنه من الجميل أن يكون لديك وجهين. يا الجحيم، ماذا كان ذلك؟ كل يوم رجال مسلحون ببنادق. هناك ثغرة بين الهجوم، بين كل هجوم. مهما كان السبب يجب أن نقاتل. احتفظ بآرائك لنفسك. هل ترى مسدسي؟ يا أنسة لا تخذليني. فأنا سايمون. أقدم إلى هنا يا سايمون، فمكانك هنا.
هذا. كنت أنظفه. شكرا لك. حتى الدريل الخاص فيك، المثقاب الخاص فيك نظفته. الآن نبدأ رحلة الستوري، القصة. الرحلة الثانية. هذه الأشياء قوية تكون. نحن مناسبين لي. سوف أخذ السلاح. عن ماذا تتكلم؟ سوف أذهب ليقود ذلك الشيء. انصت. الكثير لا يستطيعون فعل ذلك. لديه ثقة، لا أدري من أين يأتي بهذه الثقة. أقدم إلى هنا يا أخ الدم. هناك هزات قليلة. ترى ماذا هنالك؟ لقد قتلوا صديقي. من الجميل رؤيتك هنا يا سايمون، ولكن لا تكون غير صبور. لكي تربح عليك بالهدوء. وأن تنتهز الفرصة بالوقت المناسب. هل تستطيع تشغيله؟ لديك روح قتالية. كنت أعتقد أن هناك المزيد من ذلك. لقد وجدت اسم لهذا الجندي. أوعدكم إن شاء الله نكمل اللعبة. الآن المرحلة الثالثة. ما راح أكمل القصة، طور القصة. سوف نعود للعبتنا من أول ما لعبنا، وهي الأدفنتشر وكويك باتل.
سوف نكمل القصة فيما بعد. لقد طورت جنودي أحسن تطوير، الآن هم صامدون في المعركة. كما ترون الفوز بسهولة. تستطيع أن تدخل هنا وتنظر، كلما دخلت لديك وقت يعني تدخل هنا، وهذا عملية المشترى. ولكن هناك بعض الأشياء المجانية مثل هذه المجاني، يعني من وقت لوقت ادخل، إذا رأيت أي شيء مجاني خذه. لا زالت قواتي مسيطرة على الوضع وجنودي أقوياء. في هذا الوضع وضع الإعدادات يستطيع اللاعبون أن يروا أن يضبطوا الشاشة والصوت للشاشة، يعني إذا أردت الشاشة أن تكون في أعلى دقة تستطيع أن تضبطها من هنا. وهذا وضع الجنرال. أحبتي، كان هذا الجزء الثاني لعبناه وياكم اليوم. أتمنى أن ألقاكم بخير وصحة وعافية، في أمان الله.